الأخبار من الراي. أهلا بكم في نشرة أخبار الرأي، يقدمها لكم علي الموسى. والبداية مع أبرز العناوين. رسالتان خطيتان من سمو الأمير إلى القيادتين السعودية والبحرينية تتعلقان بالعلاقات وآخر المستجدات. حكم قضائي يلغي قرارا لديوان الخدمة المدنية ويمنح الموظفين حق التعلم دون إذن دراسي. الجهاز جديد يعني، والقانون ايضا جديد، وهذا النوع من الجهاز الرقابي جديد ليس فقط في الكويت انما في كل دول المنطقه. الرضان عن قانون المنافسه الجديد يزيد صلاحيات جهاز الحمايه ويعزز تكافؤ الفرص. ممكن نبدا باعتصامات ربما يتطور الى اضرابات. احنا معكم قلبا وقالبا. الجمعيات الطبية إلى الاعتصام والإضراب ما لم تعتمد 3000 شهادة طبية. جمع غفير في تشييع جثمان الشيخ عوض بن فلاح المسالم والغانم يعزي بالراحل. وفي النشرة، هيرمز توصي بشراء سهم الجزيرة وتقدر السعر العادل بدينار و300 فلس. رسالة خطية من سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز قام بتسليمها صباح اليوم مبعوث سمو الأمير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد. وتضمنت رسالة أمير البلاد إلى الملك سلمان العلاقات الأخوية الراسخة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها في شتى المجالات وعلى كافة الأصعدة والقضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. كذلك قام مبعوث سمو أمير البلاد بتسليم رسالة خطية من سموه إلى الملك البحريني حمد بن عيسى الخليفة تضمنت العلاقات الأخوية الطيبة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتنميتها في المجالات كافة والقضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. من جهة ثانية، بعث سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد برقية تهنئة إلى الرئيس التونسي قيس سعيد، عبر فيها عن خالص تهانيه بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيسا للجمهورية التونسية الشقيقة، راجيا سموه له كل التوفيق والسداد ولكل ما فيه خير ومصلحة الشعب التونسي. وأشاد الأمير بالعلاقات الوطيدة التي تربط الكويت وتونس، متمنيا للرئيس التونسي موفور الصحة والعافية وللبلد الشقيق كل التقدم والازدهار. التقى الشيخ ناصر المحمد ممثل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، التقى الملك جيغمي غيسار ناميجيال وأنكتوك ملك مملكة بوتان، وذلك في العاصمة طوكيو، حيث اطمأن الملك على صحة سمو أمير البلاد بعد عودته إلى أرض الوطن سالما معافى، متمنيا لسموه موفور الصحة ودوام العافية ولشعب الكويت كل التقدم والنماء في ظل القيادة الحكيمة لسموه. كما نقل ممثل سموه تحيات وتقدير سمو أمير البلاد وتمنياته لملك بوتان بموفور الصحة والعافية ولشعبه دوام الرفعة والازدهار.
في حكم قضائي هو الأول من نوعه، قضت محكمة الاستئناف اليوم بإلغاء قرار ديوان الخدمة المدنية بمنع حق التعليم والدراسة للموظفين في الدعوى التي أقامها أحد الموظفين من المواطنين. وقال دفاع المواطن المحامي دويم المويزري أنه بعد هذا الحكم لا يحتاج الموظف لذلك الإذن الدراسي المبطل. وتعليقا على حكم إلغاء قرار ديوان الخدمة المدنية، دعا النائب خالد العتيبي الديوان إلى مراجعة كافة قراراته التي صدرت خلال السنوات العشر الأخيرة والتي قال إنها تقف في أغلبها ضد حق المواطنين وتطلعاتهم في رفع مراكزهم العلمية. وفي حكم آخر، أصدرت محكمة الجنايات حكما قضائيا بحبس المعلمة المصرية المتهمة بوفاة الطفل عيسى البلوشي بالحبس سنتين مع وقف النفاذ بكفالة 1000 دينار. قال وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد رضان إن قانون المنافسة الجديد الذي سيعرض على مجلس الأمة بدور الانعقاد المقبل سيزيد صلاحية جهاز حماية المنافسة على نحو يعزز تكافؤ الفرص بين المتنافسين. تصريحات الرضان جاءت خلال ندوة حماية المنافسة وحماية المستهلك التي نظمها جهاز حماية المنافسة، حيث أكد الرضان أن القانون الجديد سيحد من القيود التي تواجه تفعيل دور الجهاز الرقابي. إن شاء الله سوف تكون لدى سواء حماية المنافسة أو وزارة التجارة أو أيضا بالنسبة لقطاع حماية المستهلك يعني ندوات لتثقيف المجتمع بهذا النوع من الممارسات، ومتى ما لقيت هذه الممارسات يجب أن تقدم شكوى، والدولة قدر الإمكان سوف تحاول أن تحمي هذه الممارسات وفق ما يتيح لها القانون. الجهاز جديد يعني والقانون أيضا جديد، وهذا النوع من الجهاز الرقابي جديد ليس في الكويت إنما في كل دول المنطقة. الآن احنا أيضا قدمنا تعديل تشريعي بعد ما مارسنا العمل بسنوات السابقة، لقينا هناك بعض خلينا نقول لك بعض المشاكل تحوشنا في بآلية تطبيق القانون، وقدمنا مشروع بقانون نعتبر إن شاء الله الأحدث، بعد ما استشرنا كبرى الجهات الدولية من سبقتنا في هذا المجال. لعل هذه الندوة اللي احنا فيها اليوم هي واحدة من سلسلة ندوات ومحاضرات وفعاليات سيقوم بها الجهاز إن شاء الله حسب الخطة الإعلامية اللي قررت في الشهر الماضي. هذه الندوة أنا أراها موضوعها جدا مهم، لأن حسب عملنا في الجهاز ترد لنا بعض الشكاوى التي تخلط بين حماية المستهلك وحماية المنافسة. عقب يعني لما توصلنا الشكوى ننظر فيها نراها أن هذه المفروض أنها حماية مستهلك وليست حماية منافسة. لوحت الجمعيات الطبية الكويتية باللجوء إلى الاعتصامات والإضرابات في حال لم يتم استثناء الأطباء من قانون معادلة الشهادات العلمية أو تغييرهم منوهة في الوقت نفسه، إلى أن الاعتصامات والإضرابات ستكون منظمة ولا تضر بتقديم الرعاية الصحية للمرضى. تلويح الجمعيات جاء خلال مؤتمرها الصحفي، حيث طالبت الحكومة باستثناء القطاع الطبي من قانون معادلة الشهادات، وحذرت الجمعيات الطبية من أن حوالي 3000 طبيب مهددون بالإقالة على خلفية قانون معادلة الشهادات الذي أقره مجلس الأمة. نتمنى يعني المؤتمر اليوم صدى التحركات اللي قاموا فيها وزارة الصحة، وزير الصحة معالي وزير الصحة نفسه تحرك في الموضوع وتكلم فيه وقدم ورقة فيها الإشكالات على القانون هذا، فنتمنى أن التحركات الأخيرة يكون لها عامل ضغط على اللوائح. إذا ما حصل واللوائح طلعت مثل ما القانون قاعد يذكر،
احنا مضطرين ان نعبر عن راينا بشكل اكبر. نبي الصوت يسمع بشكل اكثر، ونبي تاثيرنا يصير واضح اكثر من كذي، اللي هو ممكن نبدا باعتصامات ربما يتطور الى اضرابات كله ضمن القانون. معي الاخوان مجموعه من النواب اللي عاده ما نرتب معاهم، يمكن اغلبكم تعرفون الاسامي اللي عاده احنا تطلع اسامينا مع بعض، والاخوان يبلغونكم السلام ويقولون لكم احنا معكم قلبا وقالبا، لكن لانكم انتم اصحاب الاختصاص ناخذ منكم احنا ما يعني ما يتمخض عن هذا المؤتمر، والظاهر انه مكتوب وخالص والاخوان الدكاتره مسوين their homework. الان هناك مطلبين، مطلب يختص في تشريع واستثناء الطبي اللي موجود اوريدي في اللائحه. احنا راح نسعى على المحورين. شنو السلبيات اللي قاعدين احنا نندد فيها؟ نفس ما ذكرنا احنا مو ضد القانون، لكن المشكله ان القانون ذكر ان التعليم العالي هي الجهه المعنيه والمخوله بمعادله الشهادات. اذا في اتوقع في كثير من الناس الموجودين بالقطاع الخاص او بالقطاع الحكومي عارفين ان في كثير من الشهادات خذت سنوات لمعادلتها ولم يتم معادلتها، وهذا يترتب عليه تاخير كبير في التعيينات، يترتب عليه تأخير كبير في تجديد التراخيص بجميع قطاعات الطبية، المهن المساندة كلها، تمريض، فنيين، أطباء، أطباء أسنان، صيادلة وغيره. التعليم العالي اللي قاعد نواجهه فيه أن آلية التقديم له سيئة جداً. هذا اللي احنا نقوله، ما في تواصل بين سلطات الدولة. تقدم بالتعليم العالي يقول لك لازم بطاقة مدنية، زين تعال طلع بطاقة مدنية، ما تطق لك إقامة، لازم انت تكون معادله شهادتك. زين وين ابتدي؟ شنو اللي اسويه؟ الناس ضايعه، القطاع الخاص متدمر، القطاع الحكومي ايضا متدمر. العمل الحزبي في الحياه السياسيه بلغ الاهميه شريطه ان يسبق ذلك القيام بعدد من الاصلاحات الاداريه. هذا ما أكدت عليه ندوة الأحزاب السياسية ضرورة ديمقراطية والتي أقامها التيار العروبي الكويتي ضمن فعاليات موسمه الثقافي وبالتعاون مع المنبر الديمقراطي. في كل دول العالم تشكل الأحزاب السياسية مؤسسة أساسية في الحياة الديمقراطية، بوصفها تنظم العمل السياسي، وهي الأكثر عقلانية وقدرة على التعبير عن مطالب المواطنين في الدول الحديثة. فالأحزاب بصورتها الحديثة نشأت تحل محل التعبيرات القديمة، عائلة، قبيلة، طائفة، وتفر، يعني كل هالأشياء الأحزاب نشأت تحلها المعابر. ليش الأحزاب؟ يجب أن يعني كذلك أن نقول أن لما تكلمنا عن الإصلاح احنا ليس الأحزاب هو الحل، وال يلا من فضلك يعني الجنة المثالية والمدينة الفاضلة لو يقوم الأحزاب راح الأمور تتصلح وتتحسن. هو أحد أجزاء الصورة الجميلة التي نريد أن تكتمل. يجب أن يكون هناك إصلاحات أخرى مع قانون الأحزاب حتى يكون هناك فعلا أداء حقيقي. الأحزاب مطلوبة، ورأينا في الحركة بأن الأحزاب مطلوبة، ولكن تحتاج، وأنا أتفق مع ما طرحوه المنبر الديمقراطي، فعلا نحتاج الى حزمة اصلاحات حتى لا يكون المواطن سواء قبليا او طائفيا او عائليا اسيرا للنائب واسيرا للنظام الموازي لنظام الدولة. بالتالي نحتاج الى إدارة راشدة، نحتاج الى نظام اداري ناجح حتى الناس تاخذ حقوقها ولا تحتاج ان تذهب الى طائفتها وقبيلتها. أكدت وزارة الصحة توفر دواء علاج مرض التهاب القولون التقرحي كرونز بكميات تكفي الحاجة لمدة 4 أشهر مقبلة. وقالت الوزارة إن ما تم تداوله حول عدم توفر الدواء عار عن الصحة، مؤكدة أن المخزون الاستراتيجي من الدواء متوفر. وأوضحت أن آخر طلبيات هذا النوع من الدواء وصلت إلى المستودعات الطبية اليوم، وسبقها وصول طلبيات أخرى قبل 3 أيام، وأضافت أن هناك طلبيات أخرى ستصل وفق ما هو مقرر. أغلقت وزارة التجارة والصناعة 11 محلا مختصا في خياطة اللوازم العسكرية،
وأشارت الوزارة إلى أن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك عبر فريق طوارئ الأحمدي قام بإغلاق المحل، وذلك لمخالفتها طبيعة العمل. ولفتت إلى أن المحل قامت بمزاولة أنشطة مخالفة للقانون من خلال بيع رتب عسكرية وقبعات وكتافات عسكرية دون وجود تصريح من المؤسسات الرسمية. في مسقط قال وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة إن اجتماع وزراء البلديات بدول مجلس التعاون الخليجي اعتمد 15 كودا للبناء الخليجي. وأضاف الشعلة إن المشاركين اعتمدوا التخطيط العمراني الخليجية، كما اعتمدوا قواعد المعلومات البلدية الخليجية والعمل التطوعي الخليجي في المجال البلدي. وأوضح أنه تم أيضا اعتماد المقترح الكويتي الخاص بمؤتمر العمل البلدي الخليجي الذي سيعقد بالكويت في أبريل المقبل. تحت رعاية وحضور وزير شؤون الديوان الأمري ورئيس مجلس الأمناء بمكتب الشهيد الشيخ علي الجراح، أقام مكتب الشهيد حفل تكريم أبناء الشهداء الفائقين، فيما هنأ وزير شؤون الديوان الأمري الفائقين قائلا: لقد اجتهدتم وثابرتم في تحصيلكم العلمي فحصدتم النجاح والتفوق الذي يمهد لكم الطريق نحو مستقبل زاهر للإسهام في خدمة وطنكم ورفعة شأنه. أثبتتم أنكم تسيرون على نهج آبائكم الذين كان رائدهم الفداء والتضحية من أجل الكويت، فبذلوا دماءهم رخيصة من أجلها ففازوا بمنزلة الشهادة. وأنتهز بهذه المناسبة السعيدة لأرفع لمقام سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه خالص الشكر على دعمه المتواصل لرعاية أسر الشهداء الأبرار وتكريم أبنائهم. كما أتقدم بالشكر للأخوة الأفاضل وكلاء الديوان الأمير ولمسؤولي مكتب تكريم الشهداء وأسرهم على جهودهم الخيرة المتمثلة في رعاية مسيرة الطلبة من أبناء شهداء الكويت الأبرار ليظلوا المواطنين الذين يفخر بهم وطنهم آل الكويت. أعلنت جائزة سمو الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية فوز 10 مشاريع تقنية عربية في دورتها 19 لهذا العام كأفضل مشاريع تقنية. وقال رئيس اللجنة المنظمات العليا للجائزة بسام الشمري في كلمة خلال مؤتمر صحفي عقدته الجائزة للإعلان عن الفائزين إن 10 دول عربية تقاسمت جوائز المعلوماتية. في القطاع الحكومي المشروع الفائز مركز الشرطة في هاتفك، تطبيق ذكي تابع لوزارة الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو مشروع حكومي خدمي عبارة عن تطبيق ذكي ويتميز بسهولة تقديم جميع البلاغات عن الجرائم والقضايا عبر التواصل الذكي مع جهات التحقيق دون الحاجة لزيارة مراكز الشرطة. يحتوي على 125 خدمة مما قلل من زيارات مراكز الشرطة بنسبة 83%، كما وفر ما يعادل 1190 موظفاً و10 ملايين ساعة عمل. إذن نبارك لدولة الإمارات العربية المتحدة تميزها في المشاريع الحكومية واقتناصهم 3 جوائز من أصل 10 يعكس مدى التطور الذي وصل له الأخوة في الإمارات والذي كلنا نحن نفخر به في الحقيقة في هذا التميز. فألف مبروك للأخوان في دولة الإمارات العربية المتحدة هذا الإنجاز. نكمل النتائج في القطاع الحكومي. أنا قلت أن هناك 7 مشاريع فائزة في القطاع الحكومي. النظام الوطني للمقترحات والشكاوي تواصل، وهو موقع إلكتروني وتطبيق ذكي تابع لمكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين. هو مشروع حكومي خدمي عبارة عن منصة متكاملة تضم 37 جهة حكومية خدمية مكنت المواطنين والمقيمين من تقديم أي مقترح أو شكوى موجهة
إلى إحدى الجهات الحكومية بصورة سهلة وسريعة ومتابعة ما تم على المقترح أو الشكوى وحلولها. بحضور غفير من مختلف أطياف المجتمع الكويتي، شيعت قبيلة الرشايدة اليوم الشيخ عوض بن فلاح المسالم الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى مساء أمس. ونعت شخصيات بارزة الراحلة فيما تقدم رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أبناء قبيلة الرشايدة الكرام ولأسرة المسالم الكريمة بوفاة العم الشيخ عوض بن فلاح المسالم، سائلا الله أن يتغمده برحمته ويحشره مع الصالحين. وتقدم جموع المشيعين والمعزين مع رئيس مجلس الأمة في مقبرة الإصلابخات عدد من شيوخ القبائل ووجهاء المجتمع الذين أثنوا على مسيرة الراحل رحمه الله، والذي كان من الشخصيات البارزة في المجتمع الكويتي، وقدم العديد من المساهمات الاجتماعية المشهودة. رحم الله الفقيد وألهم ذويه جميل الصبر وحسن العزاء. الحقيقة أنا أحب أعزي في وفاة والدنا والد الجميع الأمير عوض بن مسالم أمير قبيلة الرشايدة وخالص المواساة لابنه بدر وأخوانه وقبيلة الرشايدة الكرام كافة. نعزي أسرة المسالم كافة والرشايدة خاصة بفقد الرمز الشيخ عوض المسالم وبدر رحمة الله عليه، ولا نقول بهاللحظة إلا الحمد لله على كل حال. نعزي أنفسنا ونعزي قبيلة الرشايدة الكرام نيابة عن نفسي وعن قبيلة العلطان، نعزي المغفور له بإذن الله رجل والنعم الرجل كان أب لي أمانة قدوم، رجال فيه خير طيب يحب مساعدات الناس، كل الناس تحبه لأنه رجال متواصل اجتماعي. اللي كان لها دور بارز سواء كان هذا الدور على مستوى القبيلة أو على مستوى الكويت، لذلك أقدم التعزية إلى أخي بدر وأخوانه وإلى عائلة المسيلم وكذلك قبيلة الرشايدة وإلى كل من يحب هذا الرجل. في لبنان، وعلى واقع تواصل التظاهرات لليوم السابع على التوالي، شدد رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري على ضرورة الحفاظ على الأمن والاستقرار والحرص على فتح الطرق وتأمين انتقال المواطنين بين المناطق كافة. وأوضح المكتب الإعلامي للحريري أن رئيس الحكومة تابع التطورات الأمنية في البلاد. في المقابل حذر رئيس البرلمان نبيه بري من دخول البلاد في دوامة الفراغ، وقال إن لبنان لا يتحمل أن يبقى معلقا، كما أضاف أن الظرف مناسب جدا لقيام دولة مدنية وانتخابات على أساس لبنان دائرة واحدة. وزاد بري يسجل للحكومة إقرارها الورقة الاقتصادية التي رغم جودتها تبقى العبرة في التنفيذ. خام الكويت يتمسك بمستوياته رغم التراجع، تابعونا بعد قليل في صفحة الاقتصادية. أهلا بكم من جديد. انخفض سعر برميل النفط الكويتي 42 سنتا ليبلغ 60 دولارا و8 سنتات وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية أنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 74 سنت لتبلغ عند التسوية 59 دولار و70 سنتا للبرميل. وبلغت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط عند التسوية 54 دولار و16 سنت للبرميل.
أوصت مجموعة هيرمس بشراء أسهم طيران الجزيرة، حيث قدرت سعر السهم العادل عند دينار و300 فلس. هذا وتواصل طيران الجزيرة الشركة الكويتية الرائدة في قطاع الطيران منخفض التكلفة على مستوى المنطقة والعالم. تواصل خططها التوسعية، فيما كانت الشركة قد تسلمت قبل أيام ثاني طائرة لها من طراز إيرباص A320U، والتي وصلت إلى مطار الكويت الدولي مساء 18 من أكتوبر الجاري. أعلنت الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة أريدو تحقيقها 23 مليون و500 ألف دينار كويتي أرباحا صافية بربحية 47 فلس للسهم الواحد بالأشهر التسعة الأولى من العام الجاري. وأشارت أريدو إلى ارتفاع قاعدة العملاء بنسبة 1% لتصل إلى 26 مليون و800 ألف عميل بالأشهر التسعة الأولى. فيما نقل البيان عن رئيس مجلس إدارة الشركة الشيخ سعود آل ثاني إن دخل أريدو قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء ارتفع بنسبة 8% ليصل إلى 147 مليون و400 ألف دينار. سحب قرعة بطولة كأس الخليج في الدوحة، تابعونا بعد قليل في الصفحة الرياضية. أهلا بكم من جديد. أجريت قرعة بطولة كأس الخليج 24 لكرة القدم اليوم، والمزمع إقامتها في الدوحة في الفترة من 27 من نوفمبر إلى 9 من ديسمبر المقبلين. وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب القطري مع المنتخب اليمني في افتتاح البطولة، فيما سيلعب منتخبا عمان والعراق المباراة الثانية في اليوم الأول للبطولة التي يستضيفها أستاذ خليفة الدولي. وفي 30 من نوفمبر المقبل ستقام مباريات اليوم الثاني للبطولة، حيث سيلعب منتخب الكويت أمام نظيره اليمني والمنتخب القطري أمام نظيره العماني، فيما سيشهد اليوم الثالث في 3 من ديسمبر مبارتين، الأولى بين العراق والكويت والثانية بين اليمن وعمان. وسيلعب المنتخب الكويتي أمام نظيره العماني في المباراة الأولى لليوم الرابع للبطولة في 6 من ديسمبر. وسيشهد اليوم الختامي للبطولة مبارتين تجمع الأولى بين منتخبي العراق واليمن، فيما تجمع الثانية منتخبي الكويت وقطر. لهنا وصلنا معكم لنهاية النشر، وقبل ختامها نذكركم بإمكانية متابعتنا عبر موقع تويتر @الراي ميديا جروب، ولمشاهدة جميع نشراتنا وبرامجنا عبر قناتنا على يوتيوب الراي تيوب. في أمان الله.